السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وإخواتي ومتابعيني ومشاهدينا أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. مرتضى منصور بيقود ثورة التصحيح داخل نادي الزمالك، مرتضى منصور بيقلب الطاولة على اللاعبين وعلى البروف، مرتضى منصور يوقع غرامة مالية كبيرة على لعيبة الزمالك وبيعاقب البروف عقاب شديد. عودة شلبي، أسوان بتهين شيكابالا، أسوان زهرت الجنوب نرفزت شيكابالا، أسوان بلد شيكابالا تعدت على شيكابالا. هنقول كل شيء وهنقول هتاف كمان جماهير أسوان ضد شيكابالا والسبب الرئيسي لنرفزة شيكابالا، وإن شيكابالا دخل في أكتر من مشادة بل خناقة بعد مباراة أسوان والزمالك اللي انتهت بفضيحة كروية لنادي الزمالك والخسارة المذلة أمام تماسيح النيل. هنقول كل حاجة وهنشرح كل شيء بالتفصيل وهنقول القيمة المالية للغرامة اللي وقعت على البروف، لكن حابب أطلب من إخواتي الغاليين طلب، يعني دعما كده وفضلا منكم وليس أمرا، ادعم أخوكم باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منكم وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندين. نخش في حكايتنا وروايتنا. طب يلا بينا. مرتضى منصور اللي الجماهير كلها بالأمس طلبته بعقاب لاعبين الزمالك عقاب شديد، إن لازم يتدخل ويكون وقفة حاسمة في الموضوع، وإن جمهور الزمالك مش هيقبل تاني بفقد نقاط في هذا الدوري. الجماهير خلاص تعبت وزهقت وملت من كتر الدعم للعيبة، أنا آسف ما عندهاش دم، لعيبة كل همها الأموال والفلوس ونسيوا الجماهير وتعبهم، وحتى عادوا بيبخلوا علينا بان هم يفرحونا. الحاجة الوحيدة اللي بتعدل مزاج اي زملكاوي هو نادي الزمالك، لو الزمالك ده كسبان بتلاقي الجماهير مبسوطة ونسي حزنها عن اي موضوع تاني، ولو لا قدر الله زي ما حصل امبارح الزمالك خسران بتلاقي اللي كان في قمة فرحته بينزل لأسفل الحزن. فجماهير الزمالك طلبت مرتضى منصور انه يتدخل وعلى الفور لحسم الامور وثورة تصحيح داخل الزمالك، وده اللي خلى مرتضى منصور يقلب الطاولة على اللعيبة بفور رجوعهم من اسوان وعودتهم الى مقر النادي. قعد مرتضى منصور مع اللعيبة ومع البروف وقال لهم اللي حصل امبارح مهزلة، اللي حصل امبارح فضيحة، اللي حصل امبارح ما يصحش يحصل من لعيبة كبيرة زيكم، الجمهور اللي قطعت الاف الكيلوات عشان تيجي تدعمكم ذنبهم ايه يرجعهم وهم حزانة وهم زعلانين؟ ذنب الجماهير ايه في سوء الاداء بتاعكم وعدم الرجولية في الملعب؟ وحسب اللائحة قرر مرتضى منصور خصم 150,000 جنيه من كل لاعب. ايوة 150,000 جنيه عقوبة مالية على كل لاعب من لعيبة نادي الزمالك بلا استثناء، وزي ما بنقول الحسنة بتخص والسيئة بتعم، الكل لازم يتعاقب، وده اللي عمله مرتضى منصور بانه خصم من اللعيبة 150,000 جنيه. وقعد مع البروف وقال له جرى ايه يا ابو البرافيف، مالك يا حبيبي مش مركز معانا ليه؟ مش هو ده البروفيسير ولا هو ده صانع البهجة والسعادة لجماهير الزمالك؟ مش هو ده اللي وقف قدام جمهور الزمالك وقال لهم احنا رقم واحد ومش هنقبل غير اننا نكون رقم واحد؟ اللي حصل في يلا يا عم الحاج أنا آسف اللي حصل في مباراة أسوان دي مهزلة، وعاقب البروف ب 200,000 جنيه غرامة مالية تخصم من مستحقاته. وهنا بنقول لمرتضى منصور شابو مرتضى منصور، لان كده احنا ماشيين على التراك الصحيح،
كده احنا بنعمل كل شيء صح. اللي يغلط يتحاسب عشان يبقى فيه مبدأ الثواب والعقاب. وزي ما كنت بتديهم مكافأة وصلت ل100,000 جنيه في المباراة في اخر 10 مباريات في الدوري السنة اللي فاتت، يبقى لما يخطئهم ويزعلوا الجماهير يبقوا يتحاسبوا ويتخصم من مرتباتهم ومن عقودهم عشان يعرفوا قيمة الفوز من تاني. وكمان مرتضى منصور وقف جميع المستحقات للاعبين لحين فرحة الجماهير. اسعدوا الملايين تاخدوا الملايين، تزعلوا الملايين يتخصم منكم الملايين. وهو ده الصح، وهو ده اللي كنا عايزينه من مرتضى منصور. نخش بقى على عودة شلبي، مصطفى شلبي اللي بقاله فترة كبيرة غايب عن الزمالك بسبب الإصابة. خلاص مصطفى شلبي في القايمة بتاعة الزمالك لمباراة الداخلية، واحتمال كبير تلاقوا مصطفى شلبي بيلعب اساسي. مصطفى شلبي لعيب كبير ولعيب عظيم ومفيد جدا لنادي الزمالك. مرحب برجوعك لينا من تاني يا افندينا، حمد الله على السلامة يا عم شلبي، نورت بيتك تاني ونورت مكانك، ونتمنى منك اداء قوي تسعد بيه ملايين الزملكاوية. نخش على اهم موضوع، والموضوع ده حساس حبتين، لأن الموضوع ده بيخص بلد وابن بلدها، بيخص أسوان وشيكابالا، زهرة الجنوب والأباتشي. إزاي يكون العلاقة متوترة بالشكل ده؟ هل اللي حصل امبارح في مباراة الزمالك وأسوان والهتاف ضد شيكابالا ده بيمثل الشعب الأسواني ضد موقف معين حصل من شيكابالا؟ هقول لحضراتكم لأ. طب ايه اللي حصل يخلي ان جمهور اسوان الناس الطيبين الجمال الكرمة يعملوا كده مع شيكابالا؟ يعني المفروض ان شيكابالا ده ابنهم ورمز من رموزهم، وان الراجل بيشرفهم في كل مكان ودايما بيقول انا اسواني. ايه اللي يخلي الجماهير تشتم شيكابالا؟ ايه اللي يخلي جمهور اسوان يقولوا اسوان مبسوطة وشيكابالا عيوطة؟ اسوان مبسوطة عشان شيكابالا عيوطة؟ مش معقول ومش ممكن تكون دي جماهير اسوان. وبالفعل دول مش جماهير اسوان، دي مجرد يعني شوية مشجعين كورة مهوسين ممكن يكونوا لهم انتماء بالنادي الاهلي. وارد ان يكون جماهير اسوان بتشجع الزمالك والبعض بيشجع النادي الاهلي. ومعروف عن شيكابالا انه بيتنرفز لما حد بيشتمه وبيخرج عن شعوره وما بيقدرش يأدي في الملعب طالما في سباب من الجماهير له. وده فعلا اللي حصل، ان جماهير اسوان قدرت تستفز شيكابالا وتخرجه عن شعوره لدرجة ان شيكابالا ما كانش موجود في الملعب بعد ما هتفولوا من قبل اللقاء ما يبدأ. اسوان مبسوطة وشيكابالا عيوطة. احنا متأكدين ان ده مش شعب اسوان العظيم، وان اخلاق اهلنا في اسوان الكرم والجود والشهامة. لكن اللي حصل امبارح مهزلة من بعض الجماهير الاسوانية تجاه ابن بلدهم. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت اعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك ادعموا اخوكم باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة مالعب.